قصة أنطونيوس بشرى كاهن كنيسة العين برشوي بدير برشم الهوى. احنا النهاردة يعني متجمعين عاملين اجتماع للجنة البلد قرية دير البرشا. مشكلة بقالنا أسبوع، هي بقالها فترة لكن ازدادت أكثر من أسبوع، المية بتقطع من البلد لدرجة إن الأسبوع ده قطعت يومين كاملين. الناس مش تلقى مية تشرب ولا الحيوانات ولا الطيور. جتنا المية بتتباع بمبلغ وقدره. التجأنا للمسؤولين ما لقيناش أي إجابة. الإجابة إن قطعوا عندنا المية وحولوها لقرية تانية اسمها الشيخ عبادة. إحنا ما بين قرية إسماعيل برشا ونزلة برشا وقرية دير أبو حنس والشيخ عبادة. أبو حنس فيها محطة مية، قرية البرشا فيها محطة مية، إحنا دير البرشا ما عندناش محطة مية. علشان كده المشكلة عندنا كبيرة، لا طيبين من المحطة دي ولا المحطة دي. وعشان كده احنا قاعدين النهارده بنشوف ايه اللي ممكن نعمله كلجنه بلد مع بعض. هنحاول ان احنا نشوف قطعه ارض على النيل نشتريها ونسلمها للمجلس المحلي علشان يخصصها لينا لعمل وحده ميه علشان خاطر ظروف البلد اللي احنا بنمر بيها. طبعا المسؤولين يهمهم الكلام دوت، ان احنا كلنا واحد، سواء دير ابو حنس دير برشا الشيخ عباده، احنا كلنا مصريين سواء مسلم ولا مسيحي، كلنا مصريين. لكل المسؤولين ادرسونا اولادنا كل الناس اللي ساكنه في البلد، احنا محتاجين نقطه ميه. والحاجه الثانيه ان احنا في الفتره دي عندنا مولد بتاع الانبرشوي. مولد الانبرشوي جينا ناس من كل مكان، ناس من اسكندريه، من اسوان، من ملاوي، من سوهاج، من كل مكان بيجينا في دير برشا، مش اقل من 15,000 على انحاء الجمهوريه كلها، مش اقل من 15,000 و 20,000 يبقوا قاعدين لنا في دير برشا. طب نتصور الناس اللي بالعدد الكبير دوت هيعيشوا ازاي؟ غير الاطباء اللي قاعدين في الجبانه محتاجين ميه. الى جانب مشكله الكهرباء اللي بتقطع 3-4 مرات في اليوم، برضه مشكله احنا بنعاني منها. سلك الكهرباء بنقدر نستعوضها بمولد، نستعوضها باي حاجه، لكن مشكله الميه بالذات صعبه علينا ان احنا نجيبها. احنا عانينا الامرين من سنين طويله، كنا بنشرب من الميه بتاعت الابار كلها املاح وكلها حاجات صعبه، لدرجه عندنا في البلد هنا امراض مزمنه. احنا عندنا حوالي 37 حاله امراض خبيثه وفشل كلوي، وكل ده راضيين بيه. احنا عندنا نسبه اعاقه كبيره في البلد حوالي 431 معوق في البلد. احنا عندنا نسبة التعليم هنا بسيطة جدا، بلد كبيرة 30,000 عندنا مدرستين. استحالة بلد زي دير ابو حنس عندها أكثر من 7 مدارس، واحنا عندنا في دير برشا مدرستين. بصراحة دير برشا عايزة نظرة. عايزة نظرة المسؤولين. المية يا ابونا اللي كانت مخصصة اللي المفروض إنها تبقى في دير برشا راحت فين؟ راحت لقريه اسمها الشيخ عباده. ليه؟ لان المحطه بتاعتهم تقريبا فيها مشكله ولا حاجه. طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه عشان ياخدوا الميه بتاعتنا؟ ممكن تتحل بحلول تاني، يشوفوا الميه بتتسرب وتروح فين، والميه اللي بتتسرب بتروح المزارع وتروح هنا وهنا، يقفلوا عن العيال. الناس بتشتري مش ميه مش شفافين، الشفاط اللي بيطلع من تحت الارض، احنا ما عارفينش الميه ده طالعه ازاي. الميه دي بتسقي الزرع. الناس حاليا بقالها اسبوع في دير برشا بتشرب من الميه بتاع الشفافيط. يعني كل الامراض اللي حصلتنا في السنين الماضيه بنرجع تاني نفس المأساة اللي كنا عايشينها.